اهلا بيكم في ساينس بايتس. انا احمد ابراهيم، والنهارده هنتكلم مع بعض عن حاجه مظلومه معانا شويه، الا وهي الامينو اسيدز. في الفيديو ده هنشوف مع بعض مصير الامينو اسيدز في الجسم. احنا عارفين طبعا البروتينز معموله من امينو اسيدز، وان البروتينز مهمه جدا جدا، بس بتمثل 10-15% بس من الطاقه اللي بينتجها الجسم، عشان كده هي مظلومه معانا شويه. نرجع لموضوعنا. عشان نعرف مصير الامينو اسيدز في الجسم هنتكلم على سيناريوهين: الفيد ستيت، او لما تكون لسه واكل وجبه فيها بروتينز، والفاستنج ستيت اللي هو في الصيام، او لو قعدت يومين مثلا ما اكلتش وجبات خالص. يعني في الفيد ستيت لو انت اكلت، الاكل هينزل في الانتستين هيتهضم، والامينو اسيدز هتروح للكبير بتاعنا الكبد، والكبد بقى يقرر هو المفروض يعمل فيها ايه. فهيبقى في سيناريو من ثلاثة: يا إما الكبد هيستخدم الأمينو أسيدز دي علشان يكون بروتينز جديدة للجسم كله عامة، يا إما هيبعت الأمينو أسيدز دي للعضلات، والعضلات عندها مصانع البروتينز بتاعتها اللي هتبني فيها بالأمينو أسيدز البروتينز اللي هي محتاجاها. ولأننا في جسمنا مش بنخزن الأمينو أسيدز، مش زي الفاتس ولا الجلوكوز، فالأمينو أسيدز الزيادة هتخش في السيناريو الثالث، اللي هو ان الليفر هتروح واخد الامينو اسيدز محولاها لجلوكوز او لفاتي اسيدز. افتكر ان احنا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في الجلوكونيوجينيسيس. لو ما كنتش شفت الفيديو بتاع الجلوكونيوجينيسيس حطيت لك اللينك في الديسكريبشن. وكنا قلنا ان الامينو اسيدز بتتحول لبريكورسرز للحاجات دي، للجلوكوز وللفاتي اسيدز. فممكن الامينو اسيد يتحول لبايروفيت، والبايروفيت في الجلوكونيوجينيسيس يرجع لنا تاني الجلوكوز، وممكن يتحول لاوكسالو اسيتيت، والاوكسالو اسيتيت يرجع تاني للجلوكوز، وممكن يتحول للأسيتايل كو اي، والأسيتايل كو اي يعمل لنا فاتي أسيدز. واتفقنا ان احنا نقسم الأمينو أسيدز لتلات أنواع: يا جلوكوجينيك، يعني بنعرف نستعملهم علشان نعمل الجلوكوز، يا إما كيتوجينيك بس، ودول بنستخدمهم علشان نعمل الفاتي أسيدز فقط، ما بنعرفش نستخدمهم عشان نعمل الجلوكوز، ودول اتنين أمينو أسيدز بس اسمهم حتى شبه بعض، اللايسين والليوسين. يا اما تبقى الامينو اسيدز جلوكوجينيك وكيتوجينيك، فيعملوا الاثنين على حسب الباثوي اللي هيمشوا فيه طبعا. حلو. طب لو كنا بنتكلم على الفاستنج ستيت، هنا الجسم هيبقى دايس على زرار الالارم انه انا ما عنديش طاقه، ايه؟ فالعضلات تبتدي تكسر البروتينز اللي فيها وتطلع الامينو اسيدز، تروح بعتاها تاني للليفر، والليفر يتصرف بالامينو اسيدز اللي جات له زي ما اتكلمنا قبل كده. طيب احنا في الفيديو ده مش هنتكلم على الطرق الكتير اللي بتمشي فيها الامينو اسيدز عشان تتحول للبريكورسرز اللي بنستغلها في جلوكونيوجينيسيس او عشان نعمل فاتي اسيدز. احنا هنتكلم على حاجه كومن، ده شكل الاستراكشر بتاع الامينو اسيدز. زي ما انتم شايفين اللي بيميز الامينو اسيدز الامينو جروب، من اسمها امينو اسيد في امينو جروب، والار دي اللي هي الكربون باك بون اللي بيميز كل امينو اسيد عن التاني. ومش هخبي عليكم، الكربون باك بون ده هو مصدر الطاقه، ولو بصينا على الستراكشر بتاع البريكورسرز اللي تتحول ليها الامينو اسيدز مش هنلاقي فيها امينو جروب. اذا لازم نتخلص من الامينو جروب. هنموتها؟ هنشيلها عادي، مفيش حاجه. هنتخلص من الامينو جروب دي عن طريق رياكشن اسمه ترانس امينيشن. هيجي موليكيول كده محترم هيمسك في الامينو جروب دي ويمشي، والامينو اسيد بقى حاجه اسمها الفا كيتو اسيد. كيتو علشان بقى فيه من الستراكشر بتاع الكيتون، واسيد علشان فيه الاسيد جروب. الموليكيول المحترم بقى اللي جه خد الامينو جروب احنا عارفينه وبنحبه وسمعنا عنه قبل كده، الالفا كيتو جلوتاريت، اللي كان في كريبس سايكل. ايوه، اللي كان موجود في كريبس سايكل. شوفوا الدنيا صغيره، الالفا كيتو جلوتاريت هياخد الامينو جروب وهيبقى حاجه اسمها جلوتاميت، وهيجري على الليفر وهيرمي هناك الامينو جروب دي كحاجه اسمها امونيا. الليفر هتشوف الموضوع ده مش هتسكت، لان الامونيا خطر ان هي تتراكم في الجسم. ممكن نعمل فيديو تاني نتكلم فيه عن مشكله الامونيا ايه. المهم ان جسمنا ما بيحبهاش، فالامونيا دي تخش في سايكل جوه الليفر اسمها يوريا سايكل، ومن اسمها هتكون لنا في الاخر حاجه اسمها اليوريا، واليوريا بنتخلص منها في الحمام. ونبقى كده حكينا باختصار في الفيديو ده قصة قصيرة جميلة عن مصير الامينو اسيدز في جسمنا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا على لايك وسبسكرايب، ولا زر الجرس الجميل ده عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما يبقى فيه فيديو جديد. سلام.